السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة أبعاد ونتائج العملية العسكرية الأمريكية في اليمن. عملية عسكرية أمريكية في اليمن هي الأكبر منذ إبرام اتفاقية مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر. العملية التي ابتدأت يوم الخميس الفائت واستهدفت بالقصف والإنزال محافظات أبين والبيضاء وشبوة لا تزال نتائجها غامضة بالمقارنة مع الأهداف المعلنة، منها محاربة عناصر تنظيم القاعدة. البنتاغون أكد في تصريحات صحفية أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 20 غارة جوية على أهداف مفترضة للتنظيم، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن العملية أتت بعد حصول القوات الأمريكية على معلومات وصفتها بالكنز، وذلك من خلال العمليات السابقة التي نفذها الجيش الأمريكي في يكلا بمحافظة البيضاء وسقط فيها مدنيون. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أي مدى يمكن أن تذهب العملية الأمريكية في اليمن، وما هي أهدافها البعيدة، وهل يمكن القول بأن العمليات ستشهد تصعيدا خلال الفترة القادمة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يوم من جحيم الغارات الأمريكية على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة. الأهداف توزعت على محافظات شبوة والبيضاء وأبين، حيث تتركز ما تعتقد واشنطن أنها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة. تحليق مكثف لطائرات حربية ومروحيات وطائرات بدون طيار في سماء المحافظات الثلاث، وغارات بلغت 25 غارة بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، بدأت منذ فجر الخميس ولا تزال، واستهدفت مواقع مفترضة للقاعدة في المحافظات الثلاث دون أن تتوفر حتى الآن إحصائيات دقيقة بالضحايا. أوثق هذه المعلومات تحدثت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في قرية الشعبة بمديرية الصعيد في شبوة جراء ضربة جوية على مصنع لصناعة طوب الأسمنت يعتقد أنه تابع لأحد أعضاء القاعدة المفترضين من آل عاطف، فيما توزعت بقية الضربات على مديريتي الصومعة والقريشية في محافظة البيضاء وفي المراقشة بمحافظة أبين، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام محلية معلومات غير دقيقة على ما يبدو بشأن عملية إنزال أمريكية على ساحل شقرة في محافظة أبين. الغارات الأمريكية أثارت موجة غير مسبوقة من الرعب لدى سكان المناطق المستهدفة الذين اضطر العشرات منهم إلى مغادرة منازلهم والتوزع في الجبال تحسبا لحدوث عمليات إنزال أمريكية مشابهة لتلك التي جرت في منطقة تكلا بقيفة رداع. يوما إثر يوم يتسع هامش الأخطاء القاتلة لعمليات الدرونز الأمريكية في اليمن، ومعها تتسع المخاوف من إمكانية إبقاء اليمن أسير النظرة الأمريكية القائلة بأن هذا البلد لا يزال مرشحا لمواجهات طويلة الأمد مع القاعدة التي لا تراها إلا طائرات الدرونز الأمريكية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي من بيروت رئيس مركز صنعاء للدراسات ماجد المدحجي. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور. هلا حبيبي، مرحبا بك أستاذ ماجد. في البداية، كيف تقرأ هذا التوجه الأمريكي الجديد من خلال هذه العمليات التي ربما هي الأكبر في تاريخها في اليمن؟ بداية، هو ليس توجه جديد، هو توجه معلن من قبل إدارة ترامب، حيث أعلنت بشكل واضح أنها ستضع كل من تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على رأس أولوياتها، وواضح أنه هذا الأمر يجري إنفاذه بشكل سريع. يعني استحقاقات هذه الإعلان يتم تنفيذها بشكل مباشر. استراتيجية الأمريكان فيما يخص الحرب على القاعدة أو سياستهم في الشرق الأوسط تتجلى عبرها، أحد أهم محاورها هو تصعيد مسار العمليات العسكرية وإلغاء كافة تحفظات الإدارة الأمريكية السابقة. لذلك نعم، هذه التطورات الأخيرة التي بدأت بعملية يكلا والتي أدى مقتل أحد الجنود إلى إبطائها قليلا، لكن واضح أنه خلال الشهر الذي تلى العملية وصولا إلى عمليات البارحة واضح أنه تم إقرار الاستراتيجية العسكرية فيما يخص القاعدة، وهي تأتي بعد اجتماع سفير الولايات المتحدة مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا مع إعلان واضح من البنتاغون الذي أشار أن هذه العملية تمت بموافقة الحكومة الشرعية، فلذلك هذا ليس مسارا مخيفا. لكن على الأقل أستاذ ماجد، على الأقل إلى هذه اللحظة لم يكن هناك أي بيان رسمي من قبل الحكومة أو الرئاسة بخصوص بأن هناك تنسيق مع البنتاغون لعمليات إنزال. ربما كان هناك اتفاقيات سابقة فيما يخص الطيارات
الضرب طيران من طائرات من دون طيار، لكن هذه المرة بدأ إنزال على الأرض. نعم بالضبط، هو في مشكلة الحكومة اليمنية أنها باستمرار غامضة وباستمرار ضعيفة في هذه المعادلات، بمعنى هي لا تفصح ولا تفصح عن حقيقة التفاهمات بين الحكومة الشرعية اليمنية، وفي الأخير أيضا عملية الدرونز هي عملية إعدام خارج القانون، هي لا تكتسب أي صفة شرعية. يعني لا يكفي التصريح الحديث عن التعاون بين الطرفين للقول بأن هذه العمليات حقيقية أو جيدة أو ذات أثر، ليدرك الجميع أنه أولا عائد هذه العمليات الدرونز هي عائد منخفض للغاية، الأخطاء البشرية المتصلة فيها وخصوصا إيقاع الضحايا بالمدنيين عادة عالي، ولذلك التطور المتصل بعمليات الإنزال العسكري من قبل القوات الأمريكية لن يغادر هذا. رأينا المأساة الإنسانية التي حدثت في يكلا، بالتالي حتى لو الحكومة اليمنية صرحت بأنه هذا التحالف، يعني نحن نحتاج إلى علاقة أولا ندية، ونحتاج إلى تقييم جدوى هذه العمليات فيما يخص الحرب على الإرهاب في اليمن. أما الموافقة العمياء كما يتم عادة من قبل الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية فهي لا تؤدي إلى نتائج أبدا إيجابية. نعم، استهداف العملية السابقة في يكلا للمدنيين، وأيضا الآن جاء التكرار لنفس العمليات بإنزال، ألا ترى بأن ربما العمليات الآن هي جاءت بعد أن وصفها الكثير بأنها أخفقت في نزولها في منطقة يكلا واستهدفت مدنيين وأيضا خسروا جنود أمريكان وطائرة أباتشي؟ يعني هو الحين أحد النقاشات الأساسية للتصرف بالحرب على الإرهاب هو العائد هذه العمليات والجدوى منها، هل تحقق نتائج؟ يعني يمكن نقاش ذلك كثيرا، لأن الأمريكان يوم يستهدفوا تحديدا ليس الكتلة الصلبة الكتلة الكبيرة لتنظيم القاعدة، هم يستهدفوا القيادات القاعدة التي تستطيع أن تلعب أدوارا في تنظيم عمليات عابرة للحدود تستهدف مصالح الأمن القومي الأمريكي. من هذه الزاوية هم يناقشوا، لكن أيضا هل نناقش أنه الأضرار التي يرتبها وقوع ضحايا من المدنيين عادة بعملية الاستهداف عبر الدرونز يغذي قاعدة الغضب الاجتماعي وبالتالي يحرر القاعدة من أي حصار اجتماعي حولها؟ نعم، هذا أحد المشكلات الحقيقية التي تتصل بهذه العمليات، ولذلك هناك مشكلة فيما يخص الحرب على الإرهاب استراتيجية الدرونز في اليمن، مشكلة حقيقية عائدية ضحاياها المدنيين والموقع وما هي في الأخير ماذا تجدي على المدى الطويل. نعم بالضبط. أستاذ ماجد، يعني الأمريكان عندما استهدفوا مدنيين وراح ضحايا مدنيين في يكلا، ألا ترى بأن ربما كان هذا الموقف محري لهم بعدم القيام بعمليات أخرى، لكنهم تجاهلوا كل ما حدث في يكلا من استهداف للمدنيين وأطفال ونساء وقاموا بتكرار العمليات، هل نفهم بأنهم لا يأبهون لليمنيين ولا لحياتهم؟ يعني واضح انه في تبخيس في قيمه اليمنيين، هذا شأنه، والمفترض ان يدافع عن قيمه اليمنيين او يرفع قيمتهم هو حكومتهم، والحكومه اليمنيه لم تتخذ اي موقف قد باتجاه وقف الاثر فادحة فيما يخص اليمنيين على المواطنين اليمنيين نتيجة هذه الضربات العسكرية الأمريكية، ولذلك الأمريكيين لا يأبه ما دام حكومة البلد المعنية أساسا لا تأبه. في الأخير هو يبحث يعني الأمريكيين حتى قبل الاعتراف بسقوط ضحايا من المدنيين على رأسهم أطفال ونساء ماطلوا كثيرا في القول بالاعتراف بهذه الحقيقة، وقالوا بداية أنهم سيحققوا بالوقائع رغم أنه لكنهم في المجمل اعترفوا بأنهم أخطأوا أو استهدفوا مدنيين. نعم أستاذ ماجد، تكرم. لا يخلق فرقا ذلك نعم. في أدائهم لا يخلق فرقا في أدائهم. نعم، اسمح لي أستاذ ماجد أن أشارك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. أنت أيضا كيف تقرأ عودة العمليات الأمريكية في اليمن، وهذه المرة ربما مختلف عن المرات السابقة، يعني نزول على أرض الميدان كما حدث في يكلا الآن يكرر في محافظة البيضاء وفي شبوة؟ تحية لك وللأخ ماجد المدحجي. الحقيقة هو ليس أولا عودة، هي استمرار كما ذكر الأخ ماجد، هو استمرار في نفس السياق. الفرق هنا بأن حجم العملية هو أكبر من العمليات السابقة، أيضا هذه العمليات لم تشهد حتى الآن، لم يتأكد من أنها تمت عبر إنزال بري. البنتاغون لم يصرح أي مسؤول بأنه تم عملية إنزال بري، ويبدو أنهم أكثر حذرا
من لكن هناك شهادات أستاذ عبد الناصر، هناك شهادات من أبناء محافظة أبين أكدوا بأنه حدث إنزال وشاركت أيضا البارجات الحربية البحرية في العملية. التفاصيل حتى الآن طبعا غير واضحة تماما، ولكنها عملية كبيرة وقام بها البنتاغون. في الغالب طائرة الدرونز كانت تقوم بها CIA، لكن عندما الآن العملية يقوم بها البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، فهذا يعني بأن الاستخدام بارجات وطائرات مقاتلة، ليس فقط طائرة بدون طيار ولكن طائرة بالطيار. الأمور كلها تشير إلى أن هناك تصعيد وأن هناك إدارة مختلفة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل مع القاعدة، وهو أمر كان متوقع لأن الرئيس ترامب. هل تعتقد هل تعتقد أستاذ عبد الناصر بأن هذه العمليات لها أبعاد غير الأبعاد المعلن عنها؟ مثل ماذا؟ يعني هي كل أبعادها أنها أولا ترامب يريد أن البعض يقول بأنها عبارة عن ربما خلط للأوراق في اليمن. لا أعتقد بأنها متعلقة بالشأن الداخلي اليمني بشكل مباشر، بمعنى أن ما يهم الولايات المتحدة من اليمن تحديدا هو أن تحجم القاعدة، أن تضرب القاعدة، وهذه سياسة أمريكية معلنة منذ فترة طويلة. الجديد في الأمر أن ترامب يريد أن يظهر نفسه أمام المجتمع الأمريكي بأنه أكثر تشددا في التعامل مع الجماعات الإرهابية، ولهذا السبب قام أعطى الموافقة على العملية السابقة والتي اعتبرت من قبل الأمريكان عملية فاشلة، لأنها أولا أوقعت ضحايا مدنيين إضافة إلى خسارة جندي وخسارة طائرة. الآن هذه العملية يبدو أنها ستستمر بنفس الزخم بنفس الآلية، لكن كما ذكر الأخ ماجد، ما هي جدوى هذه العمليات؟ هل هذه العمليات فعلا بتقضي على القاعدة؟ نحن نشهد هذه الحرب منذ أول عملية في عام 2002 التي استهدفت الحارثي في شبوة عام 2002 وحتى الآن، وكانت القاعدة حينما استهدف الحارثي كانت القاعدة أو أفراد القاعدة يعدوا بأصابع اليد. الآن القاعدة في اليمن البعض يمكن يشير لهم الفاعلين أو المنضمين لهم من الجميع يمكن قد تجاوزوا الآلاف، ولهذا يعني يبدو تريد القول أستاذ عبد الناصر بأن ربما هذه الضربات والتدخل الأمريكي بهذه الطريقة ربما يعني يساهم بشكل أو بآخر في انتشار عناصر التنظيم بصورة أكبر، على العكس لو كانت الدولة والحكومة هي من تقوم بذلك في ملاحقتهم. بالضبط، هو أولا لا يمكن أن تقضي على حركة منظمة عسكرية من خلال ضربات جوية هنا وهناك حتى لو استهدفت القاعدة. القاعدة أثبتت خلال الفترة الماضية بأن لديها مرونة عالية بتجديد قادة جدد، كلما كان يقضى على من يعتبر قادة في اليمن أو في غير اليمن كان يتم رفضهم بقادة جدد، وليس هذا فقط ولكن شهدنا للقاعدة توسع أكبر مما كان عليه في السابق، وهي في حالة ازدهار ونمو، والنتيجة وهذه نتيجة طبيعية لضعف الدولة اليمنية. ولهذا أن أفضل طريقة لمحاربة الحركات الإرهابية بجميع أنواعها وأي حركات العنف وأي حركة مسلحة يتم عن طريق دولة قوية، دولة مركزية قوية، دولة لديها شرعية لا تستخدم هذه الحركات ضمن الصراعات السياسية أو أن تستخدمها كما كان يعمل علي عبد الله صالح أحيانا كعامل من عوامل جلب المساعدات وإظهار أهميته وأهمية اليمن بالنسبة للعالم. نعم أستاذ ماجد المدحجي، برأيك لماذا تم اختيار اليمن بداية تنفيذ عمليات قام بها ترامب دون بعض الدول الأخرى التي ربما تتواجد فيها عناصر تنظيم القاعدة وداعش وما شابه ذلك؟ يعني أولا المسار العسكري الأمريكي تجاه تنظيم الدولة الإسلامية داعش هو قائم ضمن التحالف الدولي الموجود ويشارك الأمريكان بفعالية في إطار الحرب في اتجاه تحرير الموصل، ولذلك لن يخلق ترامب فرقا في حربه المعلنة إلا في بلد يشهد النشاط الأمريكي فيها انخفاضا وهو اليمن. يعني الآن اليمن هي وفق الكثير من التصريحات المعلنة
الأمن القومي الأمريكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي، يتحدث أنه هي أهم موقع لتنظيم القاعدة ولتحقيق فرق يتم الحديث عنه يجب استهداف هذا المكان الخطر بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. اليمن هي على رأس القائمة، ليست أفغانستان، ليست باكستان على الأقل. هذه المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة هي الآن الأهم كتعديل. لذلك يريد ترامب الحديث عن فرق، يريد ترامب الحديث عن ضربات مهمة، فلذلك ذهب باتجاه اليمن. طيب أستاذ ماجد، كانت الفترة الماضية الرئيس المخلوع والحوثيون يقدمون أنفسهم كوكيل للحرب ضد الإرهاب للأمريكان، هل يعني نفهم من خلال هذه العمليات الأخيرة بأن الأمريكان ربما استغنوا عن الانقلابيين في مكافحة الإرهاب أو استخدامهم لمكافحة الإرهاب؟ يعني بتقديري هو الأمر ليس بذلك، لم يقوم الأمريكي بالتعاقد إذا صح الوصف مع الحوثيين لهذا الأمر، حتى إن كانوا استروحوا بشكل ما كون الحوثيين يعلنوا قتال القاعدة، لكن هناك تقدير أيضا لمراكز بحثية لجهات مختلفة أنه نشاط جماعة الحوثيين أساسا غذى حضور القاعدة في اليمن. يعني هذه الحرب ذات الهوية الطائفية التي قام بها الحوثيين في اليمن قامت بالتجنيد لصالح القاعدة إذا صح التعبير، قامت بالتجنيد لصالح كافة الجماعات المتطرفة، ولذلك لا يوجد هنا زواج مصلحة بين أي طرف وبين الحوثيين على في خصوصا مع الأمريكان باتجاه الحرب مع ضد القاعدة، إلا إذا كانت هناك سياسة أمريكية حمقاء في هذا الأمر ستكون. نعم. طيب أستاذ ماجد، أيضا كيف تقرأ الصمت الحكومي والرسمي أمام هذه العمليات الحاصلة الآن في اليمن؟ والله يا سيدي، هو هذا أحد السلوكيات الكارثية. يعني أحد في تصريح قديم معلن للرئيس هادي يبارك في عملية الدرونز، كان هذا قبل الانقلاب، قبل الحرب، قبل دخول الحوثيين صنعاء بفترة طويلة، يعني بسنة أو أكثر، وهو يبارك هذا. جزء من مشكلة السلطة في اليمن، جزء من مشكلتها هي تعويلها على الموقف الدولي أو تعويلها على الأمريكان ووضع كل الكروت في يدهم باتجاه الحصول على أي دعم سياسي منها. لذلك سياسة السماء المفتوحة أمام الأمريكان كان لطالما كان سلوكا يمنيا بامتياز، سلوكا رسميا من عهد علي عبد الله صالح وصولا إلى عهد عبد الرب منصور هادي، أبيحت الأجواء اليمنية أمام طائرة الدرونز، ولم يكن هناك نقاش رسمي يمني جاد فيما يخص عائدية هذا التعاون الأمني مع الأمريكان في على صعيد الضربات بدون طيار. ولذلك أي تصريحات رسمية هي إذا حدثت أخطاء بالغة في أوساط المدنيين هي دائما تصريحات خجولة، تصريحات بلهجة منخفضة، لا تتحدث بشكل جاد تجاه هذه الضربات، ولا يوجد نقاش على أي مستويات فيما يخص شرعية هذه الأمور، شرعية هذه الضربات من عدمها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. أعود أيضا للأستاذ عبد الناصر المودع من عمان. أستاذ عبد الناصر، أنت أيضا قراءتك للصمت الحكومي أمام العمليات التي قام بها القوات الأمريكية في اليمن مؤخرا؟ يعني الصمت الحكومي هو ناتج عن حالة الخوة وحالة الضعف والاهترام من السلطة في تعاملها مع كل مشاكل اليمن، ومنها هذه العمليات كما ذكر الأخ ماجد. ليس هناك من نقاش أو من حتى دراية كيف اتخذ القرار في هذه الحالات في التعاون مع الأمريكان. هناك رضا وموافقة ومباركة رسمية مع القاعدة في التعامل الأمريكي مع القاعدة، هناك صمت وهناك أحيانا تواطؤ. نعم. كل هذا يشير إلى حالة الضعف. نعم. الضعف. هل يمكن سؤال عبد الناصر إضافة؟ نعم. إلى ذلك؟ نعم إضافة أكمل. نعم إضافة إلى ذلك، هناك أحيانا عوائد تحصل عليها الطبقة الحاكمة وأحيانا أفراد في داخل الطبقة الحاكمة من خلال هذا التعاون الوثيق بين الحكومة الأمريكية والسلطات في اليمن. هذا التعاون يعني الآن أفهم من كلامك بأن أستاذ عبد الناصر، يعني من خلال كلامك أنه اتهام بأن السلطة ربما لها أيضا علاقة
يعني ما الصالح مع الأمريكان من أجل السماح لهم بتنفيذ هذه العمليات؟ إلى حد كبير نعم، هناك في السابق كان علي عبد الله صالح يسعى من خلال التعاون مع الأمريكان في محاربة الإرهاب، كان يسعى لتقوية بعض القوى الخاصة به في الأمن القومي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري والأمن نعم. المركزي، وكان ربما هذا كان في عهد الرئيس المخلوع، لكن الآن مع الحكومة الشرعية الجديدة والرئيس الجديد في عهد هادي أصبح الأمر أيضا واضح جدا، وكان هادي كما ذكر الأخ ماجد يبارك هذه العمليات، وهو يشعر بأن تأييده المطلق للأمريكان في أن يعملوا ما يريدوا في اليمن هو يمنحه تأييد قبول من قبلهم وتأييد ودعم من قبلهم. إضافة إلى ذلك هناك كما ذكرت بعض الفوائد أحيانا الشخصية التي لا تعلن ولا يعرف عنها شيئا، يعني على سبيل المثال هناك حديث بشكل شخصي عرفت عنه بأن الأمريكان يدفعون مبالغ مقابل الطيران، الطائرات بدون طيار التي تحوم في الأجواء اليمنية، يدفعون مبالغ للأمن القومي ويدفعون مبالغ لهيئة الطيران، وكل هذه الأمور تتم بشكل سري، وهي تتم هذه الأمور أشبه برشوة غير مباشرة لهؤلاء الأشخاص القريبين من الحكم. نعم. طيب استاذ عبد الناصر ابقى معي، نشرك معنا في الحديث رئيس مركز ابعاد للدراسات الاستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير استاذ عبد السلام. مساء النور، اهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد السلام. هل باعتقادك بان هذه العمليات ربما هناك ايضا تنسيق مع قوات التحالف العربي لا سيما وهي من تتحكم بالاجواء اليمنية؟ باعتقادي ان تحركات السفير الامريكي في الايام الاخيره كانت واضحه ان هناك إن لم يكن تنسيق واضح، هناك تقريبا إخطار للشرعية وأيضا لقيادة الدولة بشأن عمليات متوقعة. نعم نعم أستاذ عبد السلام معك نعم. طيب أستاذ عبد السلام، أيضا هذه العمليات برأيك تحول الأمريكان بأنهم القيام بها بأنفسهم، هل فعلا سيحققون الأهداف التي أعلنوا عنها بهذه الطريقة؟ الأهداف واضحة، أهداف سياسية أكثر منها أهداف أمنية لحماية أمريكا. يريد ترامب خلال مع مطلع بداية حكمه يريد إرسال رسالة أن هناك خطر بالنسبة للإرهاب، غض الطرف عنه سابقه، ويريد معركة في الخارج يحاول من خلالها تحريك بعض الأمور وإعادة ترتيب الأولويات. لكن الأهم أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية شعرت أن إيران وميليشيات تابعة لها قد تستغل هذه الجماعات في عملية التمدد، وبالتالي المختلف عن المرحلة السابقة في للأمريكان أنه لا يوجد تنسيق مباشر مع ربما مع الميليشيات مثل ما كان، وقد يكون تنسيق غير مباشر فقط بحكم نعم. وجود هؤلاء في بعض المناطق، لكن كتنسيق مباشر مثل ما حصل في أيام أوباما وغرفة المعروف من غرفة العمليات مكافحة نعم. الإرهاب التي في جيبوتي ومشترك فيها بعض اليمنيين، أن القيادات الموجودة فيها لا زالت تتبع النظام السابق. نعم أستاذ عبد السلام، هناك يعني من يرى بأن هذه العمليات الأخيرة أتت لتغطية فشل العملية السابقة وأيضا إحراج الإدارة الأمريكية بعد استهدافها للنساء والأطفال في يكلا، ما رأيك أنت؟ أنا ربما يعني أعتقد أن المسألة مختلفة قليلا عما يتوقع من خلال هذه العملية. أعتقد أن هناك هدف لا زال بالنسبة للأمريكيين لم يصلوا إليه، بالذات ما يتعلق أو بما يعتقدون أن هناك معسكرات موجودة بين البيضاء وشبوة وأبيان وحضرموت، هذه المناطق هناك معسكرات لم يصلوا إليها، وكانت العملية الأولى فقط هو استهداف ما يسمى قيادات بالنسبة للأمريكيين، يعتبرها قيادات للقاعدة. أرادوا في العملية الثانية هذه ليس التغطية على العمل الأولى على فشل العمل الأولى، وإنما الإكمال
هدفهم هو ضرب المعسكرات الموجودة كما يعتقدوا. نحن لا نجزم أن هناك معسكرات أو لا، هذا الأمر عائد للحكومة أن تعلن إن كان هناك معسكرات لتنظيم القاعدة أم لا. طيب عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات، شكرا جزيلا لك، وعودة أخيرة للأستاذ عبد الناصر المودع من عمان. أستاذ عبد الناصر، من المعني الآن بحماية المدنيين الأبرياء الذين تطالهم الضربات لطائرات من دون طيار، وأيضا العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية في اليمن؟ المعني طبعا السلطة الشرعية، الحكومة اليمنية هي المعنية بحماية مواطنيها جميعهم بما فيهم أعضاء القاعدة. وهنا يجب علينا أيضا نحن كيمنيين أن ندرك بأن القاعدة هي ليست خطر على أمريكا، القاعدة هي تنظيم خطر على اليمن، خطر على السلم الاجتماعي داخل اليمن. علينا أن ندرك بأن هذه الجماعات لأن لا نضع لها أي غطاء من أي نوع، حتى وإن كانت بتقاتل عدو مشترك مثل الحوثيين، لا يجب أن نقاتل الحوثيين بالقاعدة. القاعدة لها أجندة خطرة جدا، وهي خطورتها ليس فقط على الأمريكان، خطورتها على اليمن بالدرجة الأولى، لأنه إن كان في تعاملها مع اليمنيين عرفنا كيف تعاملت مع اليمنيين عن طريق العمليات العنيفة والإرهابية التي راح ضحيتها يمنيون أبرياء. إضافة إلى ذلك، في حال استهدافها للأمريكان أو للدول الغربية، هذا وبال على اليمن، وبال علينا كيمنيين، التعامل معنا كإرهابيين محتملين. الخطوات التي قام بها ترامب والتي جمدت حتى الآن باستهداف اليمنيين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، كل هذه تشير إلى خطورة هذه الحركة وخطورة التعامل معها أو السماح لها. وكيف يمكن على الحكومة اليمنية، على الحكومة اليمنية أن تضعها أولوية، مثل أن تضعها أولوية محاربة هذه التنظيمات، أن تضعها ضمن أولويات أي حكومة. أقول أنا أي حكومة يمنية يجب عليها أن تضع محاربة هذه التنظيمات كأولوية محلية وليست أداة من أدوات الارتزاق من الخارج. أيضا على الجانب الآخر، على الجانب الآخر أستاذ عبد الناصر، كيف يمكن تبديد الصورة التي ربما أصبحت اليمن أمام العالم بها بأنها مناطق ترعى الإرهاب وما شابه ذلك؟ هذا كل ما كان هناك إدارة فعالة يمنية قادرة على أن تضبط الأمور في الداخل، وقادرة على أن يكون لديها بيانات حقيقية عن مواطنيها. هناك واحدة من مشاكل التعامل مع العالم الخارجي مع اليمنيين بأن ليس لديكم سجل مدني واضح. اليمنيون قادرون أن يغيروا هوياتهم بكل سهولة، وهذه واحدة من مشاكل السلطات في اليمن. كل السلطات في اليمن حتى الآن لم تضع حلول واقعية وفعلية لهذه المشاكل، لم تتصرف بمسؤولية تجاه مواطنيها وتجاه العالم. هذا كله سينعكس وبالا علينا نحن كيمنيين كنا داخل اليمن نتلقى الضربات مثل هذه الضربات التي تأتي لنا من الخارج، أو كنا كيمنيين نعيش في الخارج ونعامل بمعاملة بعين الشك والريبة وكأننا إرهابيين محتملين. كل هذه الأمور مسؤولية الحكومة اليمنية أن تبدد مثل هذه الشكوك من خلال فعاليتها، من خلال أيضا محاربتها الجدية لهذه الحركات. هذه الحركات أقول أنا محاربتها الجدية فكريا وسياسيا وأمنيا. أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، والشكر أيضا لرئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد، وكذلك الشكر للأستاذ ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات، والشكر موصول لكم. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.